إلى الجنادرية حيث يلتحق بنا من هناك مراسل الإخبارية عبد العزيز السنيت. مساء الخير عبد العزيز، الصوت والصورة معك. أهلا ومرحبا بكم مجددا من بيت الخير، بيت المنطقة الشرقية، هذا الجناح التراثي، هذا الجناح التاريخي الذي يضم العديد من الأجنحة والزوايا، فيها حرف يدوية وفيها فعاليات متنوعة يقوم عليها العديد من أبناء المنطقة الشرقية من رجال ونساء. ويسرني أن أستضيف في هذه الدقائق نهام المملكة وصاحب الصوت الشجي العم صالح العبيد ليحدثنا عن مهنة النهام، متى بدأت وما علاقته بها. مرحبا عم صالح. أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله أبوي. أطلعنا وأطلع السادة المشاهدين على مهنة النهام، أنت كنهام المملكة واحد البارزين والمعروفين في هذه المهنة. نعم، طال عمرك، مهنة النهام هذه مهنة قديمة في عهد أيام القوس، يعني المهنة هذه قبل 200 سنة أو أكثر. أهلنا وأجدادنا الأولين كانوا، لأن كان الرزق على الله وعلى البحر، خصوصا في الخليج العربي كله، وكانوا يدشون الغوص ويبحثون عن المحار واللولو وكذا. فالنهام مهنة أساسية عند أهل الغوص وفي المحامل في البحر، ومهنة قديمة يعني مع الغوص، بدأت مع الغوص وانتهت مع الغوص. طيب سمعنا وسمع المشاهدين كيف يقوم النهام بالنداء ورفع الصوت للبحارة والغواصة أثناء قدومهم إلى القرية أو إلى المدينة؟ لا، هذا طال عمرك لما بيدشون البحر بيروحون، يسمونها الدشة، دشة الغوص. لما بيدشون دشة الغوص 4 شهور و10 أيام، ففي عدة نهمات عشان يدخلون، يجرون على الخراب والمياديف والإشراع. فأنا عندي نهمة وزهرية أنا أحبها ودائما أكررها، لأنها هي اللي فيها الفراق والموادع الأهل، فيصوت النهم عقب ما يروحون. أو يا مال، أو يا مال، أو يا مال، أو يا مال، وداعتكم بالسلامة يا ضوى عيني، وخلافكم وخلافكم ما قضى جفني على عيني، وعدتني بالوعد، اي والله يا يبا وعدتني بالوعد لما انحفت عيني. ظليت ظليت يا سيدي، آي يبا ظليت يا سيدي، جسم بلي روح، جد فر مني العقل وظل الجسم مطروح، آي يبا يا نور عيني، يا نور عيني، مثل مرعاك راعيني، يروحون يقول النهام وادعتكم بالسلام يا ضوعي، من هو اللي وادعهم؟ اهله وعيالهم. طيب عم صالح، هل ورث احد من ابنائك مهنه النهام؟ والله احد ابنائي عندي واحد توه يطقطق علمه شوي شوي، عندي اخوي عدنان العبيد ما شاء الله عليه صوته حلو وهاوي ويتعلم ان شاء الله، وان شاء الله يصير نهام المستقبل. وعندي ولدي اعلم، وفي شباب يعني قاموا الحين يبون يتعلمون، الله يوفقهم ان شاء الله، لان هذه احنا اخذناها من ابهاتنا واجدادنا واهلنا اللي دشوا الغوص واللي مارسوا الغوص، الحين انقرضوا ما باقي احد، راحوا رحمه الله عليهم، والبركه في اللي جاي ان شاء الله. شكرا، حياك الله، اهلا وسهلا. شكرا لنهام المملكه، شكرا للعم صالح العبيد ابو مروان الذي اتحفنا واتحفكم بصوته الجميل وهذا الجرس الموسيقي الرائع. من بيت الخير، بيت المنطقة الشرقية، أنا عبد العزيز السنيد محدثكم. أنا أشكرك عبد العزيز السنيد مراسل الإخبارية، كنت معنا من الجنادرية، وأشكر كذلك العم صالح من بيت المنطقة الشرقية. شكرا جزيلا لكما.